الارتباط الروحي كان بدولة نيجيريا. اليوم حسن ومبشر يدخلان مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالأغواط في زيارة روحية للمنطقة لأول مرة. اليوم نحن نعيش هذا الجو الرائع وهذه ونعيش ونرحل في هذه المكان الأمكنة التي راح الشيخ تيجاني رضي الله عنه ونستنشق من نفحاته. إن العلاقة بيننا أصلا هي علاقة نستطيع أن نقول الشيخ تيجاني رضي الله عنه استطاع أن يجمع هذه القلوب، قلوب المؤمنين من أقصى البلاد إلى أقصاها بمختلف ألوانهم وألسنتهم. والله عين ماضي تمثل لنا الكثير، خاصة للتيجانيين هناك في نيجيريا الذي يتراوح عددهم بين 50 ل60 مليون. فهذه الأماكن وهذه الآثار تمثل لنا الكثير كالتيجانيين. زيارة تأتي بمعية الشيخ طاهر عثمان بوتشي كبير مقدمي التيجانية بدولة نيجيريا الذي حل بالجزائر لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين ومريدي الطريقة. مرحبا بكم، سهلا من نيجيريا الا عين ماضي الا الجزائر. مرحبا وسهلا بك انت والوكيل تاعك. مرحبا بك، إقامة طيبة ان شاء الله. شرفكم الله. ان شاء الله. الحمد لله بلقائكم. هذه المجموعة المباركة الطيبة لا توجد في جميع العالم الا هنا. الحمد لله على لقائكم بخير. ويبلغ تعداد التيجانيين في دولة نيجيريا 60 مليون مريد، لهم دور حيوي فعال في الحياة وتربطهم علاقات وثيقة بباقي التيجانيين في مختلف أسقاع المعمورة. وهذه الزيارة تكرس أن مدينة عين ماضي هي مهد وعاصمة الطريقة التيجانية بالجزائر والعالم أجمع. من أمام مقر الخلافة العامة بالطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالأغواط، راسلكم السعيد حمزة نذير.